خائنا أبواب السماء. جمعة مباركة عليكم، وحشتوني، وصباحكم رضا وهنا، وصباحكم جميل. يعني خير الكلام ما قال له ده. فضلت ساكتة خالص عشان النهاردة ايه لسه صاحية من النوم، فمش عايزة اتكلم كتير على الصبح. يا دوب بقى عملنا فطرت كده وخلصت فطار، قلت بقى فقت كده قلت اتكلم معاكم. عملنا المحشي، ولعنا على البطة زي تسبيكة شغالة، والبطة دي بصلاية ومية فلافلاية، تبلت كده فرخة صغنطوطة قوي. قلت لو نادين جت ابعتها لها، يا نشوى ليه عامله فراخ وبط؟ هي نادين يعني ما تاكلش البط قد كده، فجبت فرخه صغنطوطه جدا قلت ابعتها لها، يعني تتغدى وتعشى منها، تتغدى النهارده وبكره تاني يوم براحتها. يعني عملت بقى كده، قعدت على الارض وعملت محشي ورق عنب، وكان عندي ورقتين كرنب كمان حشيتهم. يوم الجمعه النهارده هدوء،
بجد كان يوم جمعة جميل قوي 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 قوي، ربنا يسعد ايامكم. شوية المحشي بعد ما اتحشوا ما ينفعش تحط لهم عقدة غير شوربة البط، وقافة على حتة سمنة بلدي على حبة زيت تطشبهم على المحشي، تاكلي صوابعك وراه. كانت الفراخ كمان استوت، الحلة بتاعت التبرير كل ما اقولكوا عليها تحفة، والبطة كده طلعت محمرة كده وفلة، والمحشي نازل صباع صباع يتاكل صوابعك وراه. ناكل ونتدفى، وبعد ما ناكل ونتدفى كده المحشي الحلو ده، كنا جايبين شوية مشتريات، تعالوا نطلعها سوا. انا هجيب لكم في اخر الفيديو المشتريات اللي انا اشتريتها امبارح، اللي هو بقى ايه، جبنا ايه وعملنا ايه، مكرونات بقى وزيت وخل وحبة حاجات من ايه من البيت محتاجة. بصوا انا بصراحة ما عرفتش ان انا اجيب لحوم، لان لقيت الحاجة برضو اسعارها نار، يعني ان انا اقدر اجيب حتى الشهر لحوم فما اقدرش، يعني انا مش هنقدر، مش انا بس، محدش يقدر ينزل يجيب حاجة الشهر كلها لحوم، هتبقى صعبة جدا. فقلت مثلا يعني عرفت اجيب مثلا كل كام يوم اجيب فرخة يوم بيومه، اجيب لحم مفرومة مثلا كيلو ولا كيلو ونص احطهم كده يعني، لكن لحوم وحاجات من دي في الايام دي لا، فصعب بصراحة، يعني الموضوع صعب شوية ان انت يدوب تشتري يوم بيومه بس. جبت لولادي بقى مكرونات وحاجات، وقعدت كده حطيت في الحاجة دي. خلاص رصيت كل حاجة في العلب بتاعتها، الزبدة كمان زي ما انتوا شايفين قلت مقطعها، بحب اقطعها مكعبات عشان ايه، اطلعها على قد المكعب على قد الطبخة كده على طول، ما بقاش اقعد افك منها واعملها يعني على طول. اي نعم المكعب ده طلع كبير قوي، ولا انا هبقى اسيبه ما اجي استعمله، مش هحطه كله في الاكل، لان في اكل ممكن تحتاجه واكل لا، يعني انا مبقليش البيض مثلا بالكمية دي كلها، فممكن ساعتها ابقى اقسمه على مرتين على حاجة، لان كمان تعبت وانا بقول لكم الحاجه غاليه الحاجه غاليه بصراحه، زهقتكم وانا عارفه، بس طبعا الارزاق دي بتاعت ربنا والحمد لله، يعني ربنا سترها ويعني الحمد لله. خلاص خلصنا الزبده زي ما انتم شايفين، وعندي بقى ورق الزبده والاكياس والحاجات اللي احنا ايه بنستعملها، وكنت جايب ازاز الزيت دي. بصوا هقول لكم في اخر الفيديو كل المشتريات انا جبت ايه وبالاسعار والحاجات دي، انا جبتها امبارح بالليل وانا مروحه من انا ونادين، جبنا الحاجات دي كلها، وقلت بقى ايه اوريكم جبنا ايه بالاسعار ايه وكده. ودي المناديل كده قلت احط على المطبخ، الاستاند بتاع المناديل فضه، فقلت احطه على المطبخ. بعد ما خلصت بقى رص المشتريات والغدا والحاجات دي، كنا المغرب. بصوا المغرب عامل ازاي عندي، كمان جو حلو قوي، قلت اما اعمل كوبايه كابتشينو كده بالليل كده واكل بسكوتايه وحاجه حلوه، احنا كنا المغرب، واقعد بقى ايه متدفين تحت البطانيه بكوبايه النسكافيه دي شوكولاتايه،
ودلعي نفسك احلى دلع. انتوا عارفيني انا احب اعمل كل حاجه وفي نفس الوقت ادي لنفسي وقت ان انا اقعد فيه وانتخ فيه واستجم فيه. يعني الدنيا مش شغل 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 شغل، لا الدنيا فيها دلع فيها راحه فيها هدوء فيها حاجات حلوه، بس احنا لما بنستغلش وقتنا صح. فخلاص عملت بقى الكوبايه الجامده دي، بحب ادلع نفسي قوي بالحاجات الحلوه دي، مع ان كوبايه بسيطه جدا بس ببقى مبسوطه وانا عامله حاجه لنفسي كده، بتديكي احساس ان انت عايشه بقى ومدلعه نفسك وكده. تعالوا بقى اوريكم احنا اشترينا ايه وعملنا ايه امبارح، يلا بينا. اضغطي لايك بقى. صباح عسل، يا صباح سكر، يا صباح. وانا مش عارفه في صوت ولا لا. المهم النهارده فيديو المشتريات، النهارده عايزين نشتري مشتريات كتير شويه لسبب. اول سبب عشان ال ثواني، اول سبب عشان مش عارفه انتوا ايه، مش عارفين السبب. اول سبب عشان انا هنقعد شهرين كاملين، حاجه شعبان وحاجه رمضان كلها تعتبر هنجيبها، لان انا مسافره اول رمضان، فعايزه اكون ايه، عايزه اكون سطرت البيت قبل ما اكون سافرت. فيلا بينا. وانا احنا دخلنا عند كارفور اهو، هنشوف بقى يعمل عروض ايه ونشوف. وطبعا دي ايه ماشيه بالسكيت، ها سكوت ولا سكيت؟ سكيت. فهنشوف هنشتري ايه ونشوف. بصوا ده عيش اسمر خبز فرنساوي، يا لهوي ده بسبعين جنيه. الحمد لله ان انا شفته، نرجعه تاني مكانه. انا جبت بقسماط، جبت بصوا يا اولاد بقسماط ب 13 جنيه بس كيس كبير. يعني بصوا كارفور عامل لاولاد عشان رمضان ايه، حاجه رمضان كلها. والله حلو قوي ده، فول سوداني كده ب 27 جنيه، حلو قوي بس يا رب يبقى كويس. يعني كان نفسي في اللوز، بس اللوز سعره اوفر، حبه صغيرين خالص ب 60 جنيه، ب 49 جنيه، فما جبتش. بصوا انا بحب الزبيب الاحمر ده جدا جدا، بصوا احلى زبيب انا بحبه. الربع كيلو ب 14 جنيه، 15 حتى هو ب 15. بصوا جبت عصير شوكولاتة، بصوا جبت زبدة جنة، وجبت لبن ده قلت لكم ولا مش عارف. بصوا دي بحطها في الفريزر، بجيب احطها في الفريزر للوايت صوص والحاجات دي. جبت رز بسمتي ب 40 جنيه، حلو. بصوا ده ورق عنب، ده ورق عنب ب 25 جنيه، وده حسب وزنه ده 26 جنيه، جبت اتنين. ده انا عايزه ده ولا ده، كان عليه عرض ب 35. انا بنحب ننشن البسطرمه. بصوا يا اولاد جبت صلصه وبسكوت كده بالشوفان، وجبت مكعبات ماجي واندومي كتير كتير كتير، اندومي وشيبسي ليا، مجبتش حاجه العيال، وصلصه ومكرونه دي ومكرونه دي. اكياس ملح اجيب ده؟ لا لا ده تلات اكياس ملح ب 13 جنيه، حلو. مين ليك؟ ليك واحدة والقطة واحدة. ليه؟ ماما يحطوا سوا ياكلوا سوا. حطوا سوا انت والقطة واحدة. هاخد دي والكيتي هتاخد دي. انت والقطة اقعدوا كلوا مع بعض يعني. اه عادي. مش عايز حد يقرب لي. البخاخة دي ب 20 جنيه الزيت. وجبت زيت حلوة ده ب 120 جنيه، يعني حاجة آخر افطرة. اه والله. خلاص. والحاجات اللي أنا جبتها معاك. جبت خل، زيت خل. طب بقى بص. وجبنا تونة، وجبنا تونة. ألف بقى. بصوا يا اولاد البولة دي عليها عرض ب 12 جنيه، فجبت ثلاثة منها. والمقاس ده مش عندي نادين، فنادين عايزاه للبيض اللي انا جايباه كوب كده مش حباه، فجبت دي النادين 24، دي تقريبا ب 100 وحاجة، 120 حاجة كده.